المشكلة اللي صارت اليوم كانت بعد دعوة من الاتحاد العام لطلبة تونس إلى إضراب عام وطني بكافة الأجزاء الجامعية ومسيرة وطنية بشارع بورقيبة كما قاعدين نشوفوا تويكا. من أسباب الإضراب العام اللي معنينه اليوم ويوم الغضب الطلاب الثاني هذا إلى جانب اليوم إضراب عام ناجح في أغلب الكليات نسبة نجاح كبيرة قرابة 70%، وتجاوب الطلبة كبير على اعتداءات الوحشية اللي صابت طلبة الحقوق تنجم تمس أي واحد من الطلبة الأخرين نهار آخر، أيضا مع ضرورة تشريك الطلبة في كل شيء يخصهم، وخاصة أن طلبة الحقوق لو ما عملوش المسيرات وقرفوا فقط صارت حاجة مزينة برشا في كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية التونسية. أثناء العطلة الجامعية الطلبة من الكلية هذه ومن باقي كلية الحقوق ضحوا بعطلتهم، مارسوا تحركاتهم وعملوا ملتقى لإصلاح منظومة التعليم العالي. كوكا ولا حليب؟ شكون عنده ماء؟ هات هات تتنفس. وزير العدل هبط القرار هذا الأمر عدد 345 اللي هو أمر سياسي مسقط على الجامعة التونسية، هو ينجم ياخذ اي قرار كما الحكومه هذه معناتها ما تحبش تفاوض وتعمل اتفاقات وما تطبقهاش. موقف اغلب العمداء والاساتذه يقولوا انه لا علاقه للماجستير بتكوين القضاه والكل، ولا يجب تحميل المساوئ نتاع نظام ال ام دي نحطوه تجي الدوله تحطه باملاءات خارجيه او لاي سبب كان ثم نحمل المسؤوليه للطلبه. غدوه باش يجتمع التنسيقيات وطلبة الحقوق ومع مسؤولين من الاتحاد الطلبة وباش يحددوا طريقة تحركهم، لكن الأكيد هو المطالبة بالإلغاء النهائي للأمر 345 مهما كان شكل التحرك.